اتصل اتصل في خربوش وقول له احنا واصلين وجايبين صيد واجد، خبره بسرعه يجي لان تعبانين وباغين ننام. ان شاء الله ان شاء الله اتصل به. اقول لك ما تسمع صوت تليفون؟ هي اسمع. البشارة حصل اسماعيل. الحمد لله ربي. وتقولي الحمد لله رب العالمين. يا الله يا ولدي يا الله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها اسماعيل ها ايه حصلتوا؟ الرجال ضارب انها رقدة في القارب واحنا جالسين ندور. ها اللي في الفايدة اروح اوديها زيانة مسكينة امه جالسة تنتظره وتصبحوا على خير. الله يعينها وانت من اهلها توكل على الله. اياكم الله. يلا. عم نبهان اشوفك برا خير. عمي مرزوق بخير؟ لا تطمن مرزوق بخير الحمد لله. انا اراقب هالبلية هذه، هل يسوي شيء ويؤذينا ونحن معنا ضيوف؟ صحيح. بالمناسبه عمي انا كلمت صاحبي وهو كلمت زوجته الدكتوره، والدكتوره توعد انها بتسوي المستحيل علشان تقدم الموعد. زين جزاها الله خير. نسيت اخبرك بعد، اسماعيل حصلوه كان نايم في طراد على الشاطئ. أنا راح أشوفه الحين. زين الحمد لله يوم حصلوه. الحمد لله بالإذن عمي. حياك الله أبوي. يا حبيبي انا انت دوك ابويا. شرب شرب. صحة وعافية ان شاء الله. طار الشر عنك. ما فراغ فراغ. انزين ابوي بعطيك الفراغ لكن انت كمل الشوربة مالك. فراغ فراغ. حصة حبيبتي سيري في المطبخ هناك الفراخ موجود حيط الطباخة جيبي لي. إن شاء الله إن شاء الله حاضرين. يلا إسماعيل أنت ليش نايم في الطراد؟ طراد؟ ما أعرف ما أعرف. إنزين ولدي حد ضربك؟ حد سوى بك شيء؟ ما أعرف ما أعرف ما ما أعرف ما أعرف ما ما بفرغ. تفضل يا حبيبي تفضل. هاي فرغ. هاي جبنا لك الفراغ. تو خبرني إيش صار معاك هناك؟ إسماعيل حبيبي الخطرة إذا بغيت تطلع يعني وتنفح عن روحك وكله ولا بد يعني تمشي الله يخليك. يوم تشوف أمك متصلة فيك رد عليها عشان يعني تبرد فؤادها هي متوشلة عليك. أنا أعتذر إذا غلطت عليك في البداية، حقيقي ما كان قصدي.
الموضوع ما كذا، انت هددتها ولا ما هددتها ما راح تستفيد شيء، الموضوع كله ما في صالحك. انزل لو ما تبي ترجع المبلغ كله على الاقل رجع جزء من المبلغ. البنت في ورطة عشان خاطري، انزل بس عشان خاطري. انا بفكر في الموضوع علشانك. سبحان الله، انا حبيتك من اول نظره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك، تفضل تفضل استريح. أحسنت. سمعنا عندك ضيوف. هي نعم، مرزوق اللي دائما أكلمكم عنه، وحلمي صاحبنا. ما جبتم معاك؟ لأن مرزوق شوية تعبان، وحلمي ترى جالس معه حسب ما قطعت كلامكم. لا 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 أبدا، شهداد كان يكلمنا عن الأسعار، الحين بتدخل السوق وبتشتري كم غرض ويطلع لك ذاك المبلغ في الفاتورة، تقول كأنك دافع مهر. أبشرات أول، تشل السوق كله وتدفع الميسور. صحيح كلامك. نعم، أنا مرة نفس الشيء دخلت الدكان هذا واشتريت شوية غريضات قليلة، يوم جيت عند المحاسب قال لي 53 ريال. حال هيش 53 ريال؟ ما اشتريت وايد. قال لي هذه الأسعار وضريبة وما ضريبة. إيش عرفنا فعلا ضريبة ورافعين الأسعار؟ الحين حاطين قائمة بجميع المواد الاستهلاكية اللي عليها ضريبة، وإن شاء الله تبغانا نمسك القائمة ونتمشى نتشرى. احنا ايش عرفنا ان المحاسب ماخذ ضريبة ولا ما ماخذ ضريبة، ولا بس يعقوا علينا لحافظ ضريبة؟ ايش عرفنا احنا؟ لا الحمد لله، اسماعيل اموره طيبة، حتى الشمي سهيل راح معهم البيت وطمن عليه، يقول اموره وايد زينة. لكن انت قول لي ايش مسوي في التطبيق؟ اوه التطبيق ما خبرتك؟ ها؟ علوم. شوف حلو. تعال 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 حال شوف. اوه انت كيف وصلت هذا المبلغ؟ انا يا حبيبي صرت ما احول الفلوس، اخليهم في التطبيق، ويبت تقريبا 71 شخص كلهم تحت اسمي. وحش انت والهنقر العود. ايش علومه؟ من قصدك؟ خصيف. لحظه شوي، الحين بديك علومه. خصيف، اوه خصيف تعال يا الهنقري تعال. اهلا اهلا وسهلا بشركاء النجاح. يا هلا يا هلا، هات تلفونك اشوف التطبيق. هات. اوه نسيت احول المبلغ في حسابي، عندي اليوم هبشه كبيره. لا تحول لا تحول، اصبر. جلس جلس جلس، الحين نزار بيفهمك كل شيء. هات 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 تلفونك، ركز معي. شفت؟ ايش جالس تسوي؟ ضربني وتصفعني، ما اعطاني فرصه حتى اني اتكلم او حتى ادافع عن نفسي. يا امي يا امي، ترى يدك ريال عود وعصبي وغلطان. انا ادري غلطان بس طولي بالك. لا نهزاني وحبسني بالغرفه، ما يخليني حتى اطلع. ليش يعني؟ انا وش سويت له عشان يسوي فيني كل هذا؟ تعرفي انا لو ما خايفه انه يضربني مره ثانيه كان انا امس طالعه من البيت وما جلست. وين بتطلعي يا امي؟ وين بتروحي؟ عقلي يا امي عقلي. انا بتكلمه وبتفاهم معه، بكلمه بكلمه. الشيمة انا ما بجلس في البيت، انا بطلع دام انها موجوده. انا ما بجلس. ابوي ابوي عمره ما مد يد علي. هو يمد يد علي ليش يعني؟ انا عارفه يا امي انتي بنت عاقله. الشيمة منى 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 الله يخليك عشان يدتك. منى 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 الله يستهدي بالله، الله يخليك يستهدي بالله. ما اريد ما اريد اجلس بالبيت. وين بتطلعي الحين؟ ما عندنا بنات يطلعوا برا على البيت. شفتي انتي نفس طريقه تفكيره، نفس اسلوبه بالضبط، وهذه هي المشكله. عمرك ما راح تحسي فيني. منى قولي لها منى، منى ما سويت شيء غلط يا جدتي، ما سويت شيء غلط. منى الحين ما تروحي. منى تعالي الله يخليك لا تذبحيني. منى احمد احمد احمد
أحمد 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 قوم يا أبو قوم قوم الحق علي الحق أختك أختك شلت شنطتي وطلعت برا البيت ما جاية ترد شيء نعم روح 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 شوف ده قبل أقول لك اتصل في يدك الله يخليك أنا ما أدري انقطع تلفوني اتصل فيه وخبر الله يخليك خلي عيطني يلا ها أحمد صغية خير كيف؟ وصلني كلام جميل عنك سيف يمدح فيك وفي شطارتك وعلاقاتك وذكائك وسرعة بديهتك جزاكم الله ألف خير عمي خليل هذا من طيبكم وسيف والنعم فيه لكن أنا إنسان على قد حالي مثل ما تشوف لا تتواضع يا نزار الأستاذ خليل يباك معه وفي صفه وانت دينمو خطير انا مستعد اوفر لك اللي تريده بس تكون معي عمي خليل انا ما فاهم شيء مثل الاطرش في الزفه اريد اعرف ايش المطلوب مني زمزم طلعي من راسي لا فاضل موافق ولا انا موافقه وبعدين بنت العم نحن من متى عندنا آلات ونطور ولين متى بنتم كذي ها لين متى ترى ما حد يبانا وطاح سوقنا واذا ما تحركنا خلاص انتهينا وانت بينا نتحرك لا يكون ان شاء الله تبينا نصير نسجل في معاهد موسيقى نضرب عود وندق درنجه ما لازم معهد بس نجيب ناس يعزفوا بالآلات ونوظفهم جاهزين ما فيها شيء انزين وهاللوادم ليت بنتي بينهم من بين فعلهم لا يكون بتدفعي لهم انت من كيسش خلاص خلاص حبيبتي حصل خير سلامات سلامات منى ايش اللي صاير ايش اللي خلاه يسوي فيش كذا انت بخير حبيبتي انت بخير بس سهيل ما يقدر يضمن لك وظيفه انت محتاج انك تكون نفسك عمي الحين انا ما احتاج الى وظيفه عندي مشروعي الخاص اي مشروع وايش نوعه مشروع في تطبيقات الهواتف قصد الأستاذ خليل وظيفة حقيقية فيها فلوس فلوس يا نزار أو مشروع أنا أمول لك وأنت تديره سواء خسرت أو ربحت اسمعني أنا عارف بوعود جابر السابقة إليك لكني أوعدك أني أنا غير ومستعد أعطيك ضمانات اسمح لي عمي خليل أنا ما أعطي سهيل كلمة وما أريد أدخل في مشاكل أسرية فكر زين العرض قائم سواء في الفوز أو الخسارة أنا عند كلمتي لكن بشرط تكون وفي ومخلص لي ولحملتي الانتخابية لو وافقت أنا في الشوفة ما أنلام لما كنت أكتب وأتكلم عن الرجل الشرقي أنا ما غلطانة كلهم يريدوا يتحكموا في هذا المخلوق الضعيف اللي اسمه مرأة كلهم يريدوا يفرضوا وصايتهم عليها سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو حتى حفيدة زين الحين إيش نسوي؟ بتجلس هنا معززة مكرمة ولا حد يقدر يمس شعرة من رأسها وإذا ججدها؟ أنت تعرفي هو يعرف العمارة قلي يجي أنا بتصرف معه ما تستحي على وجهك شلنا شنطتها وطالعة يا أبو قصر حسنك معنا ضيوف عشان قفين ما لك قفين هين يلهن أنا براويها كيف الضرب أنا أعرف رايح عند هذيك اللي اسمها عفراء لكن من هو بروح لها واسحبها من شعرها هذه الدنيا فوضى تفكرها استهدي بالله استهدي بالله يا رجال ودرين لنا المجلس ما تنكسر كلبته ما عندنا ما نطلع عن برا البيت ويبات خارج البيت حقنا حقنا أبلاك أقول لك اتصل 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 عم السهيل وقول لي يعيض الشيمة لا حول ولا قوة أمرزوق أمرزوق أنا بهم بزاع جامد قوي في البيت الظاهر في حاجة جوه معايا يا الله ما عليك لو ما سوى كذاك ما يكون المجز
حلمي داخل كيس تحصل مسكن ألم. حاضر. لونه وردي كما الخرز. أعطيني إياه وأعطيني قلاص ماء. يا الله يا الله يا الله. أنا خالتي صوغية. لا أنا برا الحارة رايح أودي السيارة صيانة شوية. خير؟ إيش اللي صاير؟ طيب طيب خالتي بشوف الموضوع. مع السلامة. منتصرة بحبة نسيني البلاوي اللي صايرة عندي في البيت. أنا بروحي ما عندي. يعني أكذب عليك؟ قلت لك ما عندي. الرجال الحين جاي بالدرب وياي بالغرض معاه. أنا بسألك أنت معطي إسماعيل حبة؟ شش. صارخ ونادي في الحارة بعد. انتصر. خير؟ الرجال اللي متعودين ناخذ منه الغرض مسكوه وشلوه. كيف؟ إيش المصيبة؟ إيش الحظ النحس اللي إحنا فيه؟ عن إذنكم أنا بروح عندي شغلة. يلا شبان شبان. اسمع أنت لازم تتصرف وتشوف شخص ثاني وبسرعة. ترى قلت لك مسكوه مسكوه. يعني ما حد بيرضى يعطينا بدون فلوس. انتصر أنت ما عندك فلوس؟ أنا لو عندي فلوس بتشوفني كذا. اسمع إحنا بنبيع وفلوسها مضمونة. يلا تصرف. تصرف كيف تصرف؟ ترى قلت لك ما حد بيرضى يعطينا بدون فلوس. قلت لك تصرف سو اي صرفه شوف اي حد. انا مفلس انا ما عندي فلوس تفهم. تفضلوا 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 تفضل خالد تفضل تفضل. يا مرحبا زارتنا البركه حياك الله. احسنت احسنت استاذ. تفضل طال عمرك تفضل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. استريح. أنا يا باك تعذرني لأني جيتك بدون موعد. أفها عليك يا خالد البيت بيتك طال عمرك تشرفني في أي وقت. أنا يا أبو مشاعل سمعت أنك مترشح لمجلس الشورى. صحيح. وياي أقول لك أني أنا معك. جزاك الله خير وهذا عشم فيك. بارك الله فيك. علامة نبهان وترنا بصراحة ياتا مكالمة تغير وجهه وروح. عذره معه عذره معه. الحين المهم يا جماعة الخير اثنين من حالة واحدة ومترشحين باثنينهم لعضوية مجلس الشورى يستوي كذا؟ ما يستوي بصراحة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا. جيت والله جابك. الحين سلمان قبل شوي يتكلم في نفس الموضوع. معقولة يا جماعة الخير اثنين يرشحوا عمارهم من حارة واحدة؟ كذاك الأصوات بصراحة بتتشتت بتنقسم. كلام وتشنان صحيح. علي أن أوقف اللعبة معكم. هذول أنا ما أعرف منهين طلعوا لنا. جابوهم وسكنوهم ورا بيتي. الحين الناس صارت ما تجي تخاف. وأنا بعد يا خالتي خفت فكرتهم يلاحقوني. ما علينا منهم. المهم انتي هين يا بنية لا تسألي عن خالتيش ولا تتصلي خير مو هناك. ما علي يا خالتي يا حبيبتي عذريني. أخوي كان مريض من كم من يوم والحين صار أحسن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نه فكرتي في الموضوع؟ ترى الجماعة بين فترة وفترة يسألوا وأنا أقولهم بعدها قالت تفكر. خالتي انتي متأكدة أن الرجال ما فيه ولا عيب؟ يا بنتي يا حبيبتي أنا خبرتش أن الرجال مطلقن هنا عشان هذا الحريم ينقلن أخبار البيت حال أهاليهم وهو ما يعقبه. أكيد طبعاً في النهاية البيوت أسرار. ها أقول له يتقدم؟
يعني بالعقل، خليل نفوذه ومعارفه، ولا سهيل كلهم والنعم فيهم. صحيح كلهم والنعم فيهم، وسهيل ترى على فكرة نوبة هو ما ينعاب. هي بس خليل كان مسؤول في يوم من الأيام وصاحب سمعة وصاحب خبرة. إذا على السمعة والخبرة ترى حتى سهيل كان مدير بنك وسمعته طيبة. احنا ما نتكلم في الموضوع بالطريقة هذه، احنا نقول يا جماعة الخير ان الاصوات بتنقسم بينهم وهذا ما من صالح حد. عشان كذا لازم سهيل ينسحب. خلص حولت المبلغ. وصل، شكرا حبيبتي. من عيوني. المهم نرجع لموضوعنا، هاي الشركة عالمية، انا شفت ارباح اخوي نزار قلت مستحيل ما اشارك، رحت بعت قطعة الأرض ودخلت معهم على طول. يعني شاركتي بمبلغ كبير؟ طبعاً أعلى مرحلة، قلش الأرباح خيالية. لو أخبر زوجي بعدين كيف بيفرح؟ هو بعدني ما خبرته أني اشتركت. وليش ما خبرتي؟ تعرفي هم البنوك بيطلع لي مليون سالفة وسين وجيب، مهم ما علينا، أريدش تسجلي تحت اسمي. إنزين أنا بدخل بس بمبلغ أقل. أعطيني تليفونك خليني أرتب لك الموضوع وأنزل لك التطبيق. أنا كنت صوتنا مصدعت لي راسي. نعم تو هذا هيني لين تو بعد ما آيل ما آيل إيش سوي في عمري؟ إيش سوي يا ربي؟ إيش طاح على راسي؟ أبوي عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بشر أبوي، ها حصلت يدك؟ لا لا أنا كنت في المقهى ومالي خص فيه. كيف مالك خص وأنا هايك رحت مع يدك وتهديه؟ علامك الحين قول لي ايش سوي الحين؟ ايش سوي؟ انا مالي خص، انا تعبانه بروح. ما انت اقول لك تعال، ما انت ودرني والله. ايش الحاله؟ ايش البذره؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مازن حبيبي، مازن حبيبي، ايش الشور؟ ايش قولك الحين؟ انا ايش سوي؟ حبور هذا، خليني اخلص الجيم واصل بعيد. والله واصل بعيد، عسى دربك خضر ان شاء الله. كل حد لاهي بحياته ودنيته، وانا يا سلحين داير راسي ما اعرف ايش اسوي. ما شحيله ما شحيله الا بالله، مو اسوي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايش الحاله؟ الله يرجع ابوكم وامكم السلامه ويهدى البال يا ربي.